as a document، وبعد كده هنتكلم على ال SRS as a presentation، وبعد كده هنتكلم على ال SRS as demo. وبقولها لك صراحة، you must have a demo running prototype of your program, right? And it should contain 25% of your project. فان هي بقى project the most difficult part. يعني احنا في ال SRS مش عاوزين ال UI ومش عاوزين الجزء بتاع ال pre-processing. We are focused على الحتة اللي في النص، الحتة بتاعت اللي موست حضراتكم موست بروبلي عندكم بلا استثناء الجزء بتاع الكلاسترنج او الباترن ريكوجنيشن او مش عارف الديب اناليسيس كلاسيفيكيشن وات ايفر. الحته دي احنا اللي احنا هنبقى مركزين عليها قوي، وهنبقى عاوزين نطمن ان انت بتعرف تعملها كويس خلاص. فبالتالي لو سمحت as much as possible try ان انت تفوكس انت والتيم بتاعك على الجزئيه دي خلاص. ايوه كلاسيفيكيشن هو ده الجزء المهم يعني. وبما ان حضراتكم ما حضرتوش التو ليكتشرز بتوع الجست سبيكرز which they were very important، واحنا اخترنا التو جست سبيكرز دول صراحه علشان حضراتكم I have to say it يعني صراحه we are not interested anymore to bring guest speakers if you not attend. يعني احنا بنجيب الجست سبيكرز مثلا واحد زي دكتور وليد احنا بقى لنا شهر ونص بنتحايل عليه عشان يجي كويس، الراجل تايت سكادول جدا. فلو نفس البيهافير ده هيتكرر قدام let us know كويس، يعني يقولوا لنا مش عاوزين جست سبيكرز وخلاص ونريح دماغنا يعني كويس. احمد معتز الراجل جاي من كندا ثلاث اسابيع بياخد فيهم بريك، خد شويه من وقته مره لسنه اولى ومره لحضراتكم، محدش حضر اتس يور بروبلم. يعني انت في الاخر وي ار نوت سو ماتش انترست ان احنا نقعد نجيب ناس وفي الاخر يبقى الاتنديس 20 واحد. واحد كان بيتكلم على الجزء بتاع الباترن ريكوجنيشن والستاتستكس واهميتهم ايه، وكلكم بلا استثناء عندكم باترن ريكوجنيشن. الثاني كان بيتكلم على تنسور فلو اللي هي حاجه ريدي ميد هستخدمها علشان اعمل كلاسيفيكيشن، وحضراتكم ما جيتوش. anyway just for your own information يعني لو حضراتكم قدرتوا ان انتوا تسالوا حد من اللي عمل اتندنج يعني maybe you can find something interesting خلاص. anyway طيب تعالوا نبتدي نتكلم على ال SRS as a document. ال SRS as a document هو almost نفس الدوكيمنت اللي انت شفته قبل كده في الكورس بتاع السوفت وير انجينيرنج خلاص. بمعنى في بعض الامبورتنت اسبيكتس هتلاقيها موجوده في الدوكيمنت ده، في بعض الامبورتنت اسبيكتس احنا هنبص عليها كناس مهتمين بسوفت وير انجينيرنج، عاوزين نطمن ان انت ماشي بسوفت وير انجينيرنج سكيلز واضحه كويس. وعندنا شويه دايجرامز لازم قطعا لازم تبقى موجوده في الاس ار اس بتاعك، ولازم تبقى موجوده واضحه كلير انف وعصر فيها دماغك as much as possible عشان احنا نطمن ان انت فعلا عصرت دماغك في ال SRS خلاص. هنشوفهم دلوقتي وهنتكلم عنه. طيب نمبر 1 عندنا جزئيه في ال SRS، الجزئيه دي بتتكلم على هدف الدوكيمنت دون. طبعا هو هدفه الاساسي ان انت تحط set requirements الفانكشن والنون فانكشن، السكوب بتاع الدوكيمنت دون، مين المفروض يقرا الدوكيمنت دون، هتطلع بقى السكادول الكوست السوفت وير انجينيرنج انفايرمنت يوز تو ديفلوب ذا ريكويرمنت الهاردوير اللي انت محتاجه السوفت وير اللي انت محتاجه اند سو اون. هتطلع شويه حاجات كده اللي هي السكوب بتاع الدوكيمنت ده. وخد بالك وانت بتكتب التو باراجرافز دول موست بروبابلي انت كتبتهم قبل كده اعمل بروبوزل كويس، بس هنا هتكتبهم بطريقه احسن شويه. انت لازم تستخدم اللاتك غصب عنك، اتس نوت ان اوبشن، ما تروحش تكتبه لي كوين وورد وانا بقول لك ده هيريحك بعد كده سو ماتش لما تيجي تعمل الفاينل سيسز اللي هو بقى تركب الاس ار اس على الاس بي دي على البروبوزل، لما تيجي تركبهم على بعض لو انت بتعمل البروسيس دي يوزنج كوين وورد هتاخد منك وقت رهيب وهتضيع وقت فيها رهيب. استخدامك للاتك هيسهل عليك الدنيا. هاويفر لو انت يعني انزيست ومصر ان انت تستخدم الوين وورد It's okay but take the responsibility ما ترجعش بعد كده تبقى زعلان يعني. نمبر 2 هتبتدي تكتب overview خلاص. الجزء بتاع الoverview هتبتدي تتكلم فيه على السيستم overview اللي انت كنت حاطه زمان في البروبوزل كويس، اللي هو شكل السيستم. هنا كله كلام non technical، تتكلم على
هدف السيستم. السيستم بتاعك هو عباره عن ايه؟ الجي بي بتاعك ده ات ذا اند هيعمل لنا ايه؟ ممكن بقى تحط اجزاء زي البروبلم ديفينيشن اند سو اون، مفيش مشكله لو استعنت بيها في الجزء ده. طيب هيزيد عندك هنا جزء جديد ما كانش موجود قبل كده في البروبوزل. اسال عليه. لا دي الحته اللي بتركز على الماركت في البيزنس كونتكست. كل اللي قبل كده بيركز على الفكره بتاعتك، انت عاوز تعمل ايه؟ كويس. الكور والجنرال، جنرال انفورميشن، مثلا انت عاوز تعمل مش عارف اوجمنتد رياليتي في اوبجكت اورينتد مش عارف جيم ولا وات ايفر، بتشرح الفكره بتاعتك عامه، او بمعنى اصح بتشرح السيستم اوفر فيو ايمج اللي انت كنت حاططها لنا في البروبوزل، بتعيد كتابتها بس بمور ديتيلز، لان الفكره دلوقتي في الوضع الحالي الفكره بقت اصبحت كونكريت ا ليتل بيت، فانت بقيت ماسك الفكره بايدك اكتر ما كنت ماسكها ايام البروبوزل، بقيت عارف انت عاوز تعمل ايه. بعد كده هبتدي اتكلم على البيزنس كونتكست، وذيس از فيري امبورتنت باراجراف، ولازم تكتبه بعنايه رهيبه جدا، علشان هنا دي الحته اللي هتخليك بعد كده تبيع البروجكت بتاعك. كويس، خدوا بالكم انتوا البروجكتس بتاعتكم دي في شقين، شق اكاديميك اللي هو احنا مهتمين نعرف منك ايه وعاوزين منك ايه وايه اللي احنا عاوزين نشوفه وبنركز على الالجوريزمات والكلاسترنج اند سو اون. الجزء ده في الماركت ملوش اي لازمه، ولا حد اصلا هيسالك انت كنت بتعمل ايه يعني. كويس، ممكن يسالك على اسم الجوريزم لو هو حد تكنيكال عالي قوي، غير كده موست بروبلي مش هيبقى مهتم بدي، هيبقى مهتم اكتر ازاي اوظف البروجكت بتاعك ده علشان اكواير بي ماني. بجيبها لك من الاخر يعني، what is business context, how can I use your graduation project to collect money to get more money for my business. هو ده اللي انت لازم تكتبه هنا. طب ليه الجزء ده is very important؟ لان انتوا هتخشوا competitions، عندكم الكومبيتيشن بتاعه ال ان بي دي. كويس، ودول مركزين اكتر على البيزنس كونتكست للبنوك، وانا قلت في تو بروجكتس لازم اتس ماست اتس نوت ان اوبشن لازم تخش فيهم. هتخش بقى ابتكار، هتخش مش عارف ميد ان ايجيبت، هتخش وات ايفر، كلهم هيبقى المين كونسرن بتاعهم ما بيفكرش في اللاير بتاعت الكمبيوتر ساينس، بيفكر في اللاير اللي فوق بتاعت ايه؟ هاو كان اي جيت يوز اوف يور بروجكت. فلازم اللي انت هتقوله هنا تقول ازاي انا هقدر من البروجكت ده اجيب مور ماني تو ذا بزنس. خلاص، سواء بقى هتوفر مش عارف فلوس بتاعت الانتاج، هتوفر التايم مش عارف بتاع الكشف، هتعمل ديب انسبكشن علشان تفتح وتقفل، فبدل ما بدفع في السوفت وير مليون جنيه هدفع 50 جنيه. كويس، اند سو اون، هتدور على ايه الموتيفيشن، ايه اللي يخلي الناس تدفع فلوس في البروجكت بتاعك ده. الجزء ده يا اخوانا ارجوكم اهتموا بيه على قد ما تقدروا. ليه؟ لان انت بعد كده لما هتيجي مثلا تروح ابتكار، هتلاقي ابتكار دي ماشيه ب 3 فيزز از ا كومبيتيشن. معظمهم اللي هيبقى قاعد الكوميتي اللي قاعده قدامك ناس بزنس اورينتد، عاوزين يعرفوا ازاي ياخدوا منك البروجكت ده، يطلعوا منه فكره يعرفوا فعلا يوظفوها في الماركت. فكل ما هتركز هنا كل ما ده هيخدمك بعد كده لما تيجي تخش كومبيتيشنز، وكل كومبيتيشن منهم اتس ماست ان انت تركز على الجزئيه دي. لا علشانك، فيري سيمبل يعني. كويس، معلهاش جريدز، لكن لما بتخش كومبيتيشن تاخد فيها بوزيشن، او حتى تقول انا شاركت فيها ووصلت للتصفيات، وتيجي تقول الكلام ده في الفاينل ستيج، ذيس از ان ادد فاليو ليك ايفن از ا جريد. هي مش 100% جريد، لكن بتاثر في جريد. لما تيجي تقول والله انا دخلت كومبيتيشن مثلا خدت فيها مركز ثاني ولا مركز اول، وي ار هابي. خلاص، لكن مين اكتر حاجه هترفلكت عليك؟ هترفلكت عليك فين؟ لما تيجي تشتغل، وتقول والله انا دخلت كومبيتيشن وخدت فيها مركز اول ولا مركز ثاني، كل الناس هتبقى عاوزه تخطفك. وعندنا اكزامبلز بقى كتير، الناس دخلت كومبيتيشنز وخدوا فيها مراكز، بيروح يعمل الانترفيو، تعالى يا عم، هو احنا عاوزين الناس، الموديل ده هو اللي احنا عاوزينه. كويس، خالد جلال مش عارف امجد سري، كل الناس دي دفعات اللي قبلكم كلهم نفس العطيه، خد كومبيتيشن معينه راح اشتغل بيها. كويس، لكن طبعا ان ذا جريد او من ناحيه جريدنج بقى في الفاينل سيس، تقول انا دخلت كومبيتيشن وخدت مركز، طبعا ده هيقوي جدا مركزك في الديفنس، في الفاينل ديفنس يعني. كويس، لان ده معناها ان الماركت محتاج الابلكيشن بتاعتك و زي ار انترستد اباوت ات يعني. طيب بعد كده هتبتدي تحط البرودكت فانكشنز. كويس،
وهنا again this is the high level functionality of your system. خلاص. وهنا معظم حضراتكم عندكم مشكله في الحته دي ان انتم ما بتعصروش دماغكم قوي who is the user of my system. كويس. خاصه الناس اللي شغاله على الابلكيشنز بتاعه الميديكال ابلكيشنز اند سو اون. مين اللي هيستخدم البروجرام ده؟ في يوزر، في دكتور، في نتورك ادمنستريتور، في جيم فان، في مش عارف راجل بتاع مونتاج. طب هو عاوز ايه؟ البرودكت فانكشنز از فيري امبورتنت. هتحط هنا الهاي ليفل، هاي ليفل برودكت فانكشنز. كويس. مين اللي بيستعمل السيستم؟ ايه الموديولز؟ مش هنا، مش مين اللي بيستعمل السيستم، ايه الموديولز اللي انت محتاجها في السيستم بتاعك؟ يوزر مانيبيوليشن موديول، مش عارف تعمل مثلا uploading image، image manipulation module، مش عارف connecting to ODP، ولا مش عارف حاجة software معين هتكونكت عليه. الناس مثلا بتوع الهارت اتاك هيبقى عندكم doctors، medical doctors، ومين اللي هيupload الداتا. المين modules، المين functions بتاعت السيستم بتاعك هتركز عليها. كلكم بلا استثناء في المرحلة بتاعت البروبوزل جيت في الجزئية دي وقمت مركز على فين؟ كمبيوتر ساينس برودكت فانكشن، مش كده؟ اللي هو هعمل كلاسترنج، هعمل كلاسيفيكيشن، هبيلد تراجكتوري. فانت مركز في الحته اللي في النص. يس اتس امبورتنت، ولازم طبعا تحطها هنا، لكن دي بيخدم عليها كذا برودكت فانكشن. ازاي هابلود التراجكتوري داتا بيز؟ ازاي هابلود الصوره بتاعت الميكروسكوب؟ ازاي هابلود الموفي تريلر؟ خلاص؟ دي كلها اتس موديولز، لازم تكتبها هنا از هاي ليفل، وبعدين تفردها بقى بعد كده از فانكشنال ريكوايرمنتس. فهنا هتكتب هاي ليفل ابستراكت للبرودكت فانكشنز بتاعتك، وبعد كده هتبتدي تحط السيميلر سيستم انفورميشن. وخد بالك هنا المقصود بالسيميلر سيستم مش السيميلر سيستم اللي في ريليتد ورك. انت هنا بتحاول تجيب اقرب سيميلر سيستم فعلا شغاله ليك. ولو كل ما هتلاقي سيميلر سيستم شغال في البرودكشن فعلا موجود بناس بتستخدمه في الماركت، كل ما ده هيقوي جدا الاس ار اس بتاعك. كويس. مفيش ما يمنع طبعا ان انت تستعين بسم سيميلر سيستم من الاكاديميا لو انت ما عندكش حل غير كده يعني. لكن كل ما هتستعين بسيميلر سيستم فعلا ابلايد، فعلا شغال، ناس مثلا في البانكينج تروح تزور البنك تشوفوا ما بيستعملوا ايه اللي بيستخدموه عشان هاند رايتنج ستايل، تدور ايه الابلكيشن اللي بيستخدمه، عرفت تاخد سكرين شوت اهلا وسهلا يعني. خلاص. بعد كده تبتدي تحط اليوزر كاركترستكس. واظن انت في الكورس بتاع الهيومن كمبيوتر انتراكشن كم واحد بياخد هنا الكورس الجميل ده الاتش سي اي؟ معظمكم خلاص بقيتوا فاهمين يعني ايه يوزر كاركترستكس بقى وبيرزوناز، وهو محتاج ايه وعاوز ايه من السيستم، وايه اللي هو محتاج يشوفه، والمنتال موديل بتاعه، وهل هو لتريتشر الكمبيوتر ولا لا، اند سون. هتقعد تحكي فيها as much as possible. خلاص. واجين كل حضراتكم بلا استثناء يعني حتى الناس اللي هم بتوع التزوير هتيجي تقول لي هو ايه اليوزر اللي عندي، ايه اليوزر كاركترستكس. خلاص. كلكم بلا استثناء عندكم يوزر، زي مثلا لو انت هتستخدم الماك بتاع ده للبوليس، ولا هتستخدمه للبانكينج، ولا هتستخدمه للناس اللي في الحكومه، انهي فيهم؟ This is a user characteristics، لازم تكتبه وتكتبه بالتفاصيل بتاعته. بعد كده you will going to put a user problem statement. خلاص. اليوزر بقى البروبلمز بتاعت اليوزر تحديدا هي هتبقى مشابهه جدا للبروبلم ستيتمنت اللي انت حاططها في البروبوزل، بس هنا من وجهه نظر اليوزر. الدكتور عاوز يشوف كذا، الولد اللي قاعد مش عارف في الاوضه عاوز يشوف جيم بالمنظر ده، او في بوزيشننج بطريقه معينه. خلاص. خد بالك انت هنا هتروح غصب عنك هتروح ناحيه الابلكيشن. كويس. مش ناحيه الكور، ناحيه الابلكيشن بقى. انا هطبق ده في ايه؟ هستخدمه في ايه؟ فلازم هنا تبتدي تحط اليوزر بروبلم ستيتمنت، وبعد كده تبتدي تحط اليوزر اوبجيكتيفز. والله الاوبجيكتيفز هي البيرسوناز، لو انا بكلمكم بلغه الاتش سي اي الويش ليست بمعنى اصح. انا عاوز من كذا كذا، عاوز اوفر وقت، عاوز مش عارف اعمل وات ايفر اند سو اون. وبعد كده هتحط شويه كونسترينز، في انترنت، السبيد ريكويرمنت، البلاتفورم، الهاردوير، هتحطها ابستراكت. هنا تحط ابستراكت، هتيجي تحت في النون فانكشن ريكويرمنت تفصصهم بقى. كويس. هنا هتحط الجنرال كونسترينز اللي انت هتديبلوي فيها
السيستم بتاعك في مستشفى، طب الديفايسز موجوده، السنسور ده موجود ولا مش موجود، اند سو اون. طيب بعد كده this is the most important part of SRS. لاحظ كل اللي فوق ده عندك فيه كام دايجرام؟ لا طبعا، ها واحد اللي هو ايه؟ السيستم اوفر فيو، مش كده؟ السيستم اوفر فيو، خلاص؟ ده اهم دايجرام يبقى موجود في العيله اللي فوق دي، اللي انت شرحته بقى في الاوفر فيو، شرحت اللي انت واخده من البروبوزل، شرحته، فصصته، زودت عليه، مفترض انت تزود عليه لان انت هيبقى متضح عندك ابلكيشن معينه. طيب بعد كده عندك الجداول بتاعه الفانكشن ريكويرمنت، وانصحك ارجع بقى لكورس السوفت وير انجينيرنج، بص على الجدول، ما تحطهمش مفرودين زي ما هم محطوطين هنا، ارسمهم في جدول كل فانكشن ريكويرمنت من اللي انت طلعتها في البرودكت فانكشنز. لاحظ انت هتلاقي مثلا عندك في البرودكت فانكشن عندك تول او مثلا عندك موديول اسمه ايمج مانيبيليشن، مايكروسوب ايمج مانيبيليشن. هتيجي بقى هنا تمسك الفانكشن اللي اسمها ابلود ايمج تفصصها، ابلود داتا سيت تفصصها، هي عباره عن ايه؟ الانبوت، الاوتبوت، الديسكريبشن بتاعها، لو ليها تيبل، لو ليها معادله مش عارف رياضيه معينه هتحطها، مين اللي هيستخدمها، مين الاكتور، مين الديبندنسي، طب في حاجه بتعتمد عليها ولا لا، طب ليها ابندكس لازم اروح ابص عليه، كويس؟ هتبتدي تفرد الفانكشناليتي بتاعتك اللي طلعت في البرودكت فانكشن هتطلعها في الفانكشن ريكويرمنت. الفانكشن ريكويرمنت هي تقريبا الجزء ده هو almost 60% of your document، هو الحته دي. ودول اللي later on في الاس دي هتفردهم بقى للكلاس كلاسز، والكلاسز تطلع منها الفانكشنز، وعاوز تبص على الكود بيتكتب ازاي هترجع لده، هو ده الريفرنس بتاعك، خلاص؟ فبالتالي لو سمحت وانت بتطلع الجزء بتاع الفانكشن ريكويرمنتس as much as possible try ان انت تفوكس في كل الديتيلز اللي فيه. طيب بعد كده هيبتدي يظهر عندنا جزء جديد، الجزء ده ما كانش موجود في الجزئيه بتاعت البرزنتيشن اللي فاتت بتاعت البروبوزل. How the user interface is looking like. خد بالك هو هنا الانترفيس هيحط فيها حاجات، لكن اهمهم بالنسبه لنا واللي هنقعد فيه كتير الجرافيكال يوزر انترفيس، كويس؟ طبعا في البرودكت فانكشن ابستراكت، ابستراكت بهاي ليفل، بتحط كده عناوين رئيسيه السيستم بتاعك ده بيتكون من ايه، خلاص؟ وبعدين يعني مثلا ايمج مانيبيليشن في البرودكت فانكشن، ايمج مانيبيليشن، وات از ايمج مانيبيليشن؟ سيرش ايمج، ديليت ايمج، ابلود ايمج، مش عارف اد ايمج تو مش عارف داتا سيت، اكستراكت ايمج فيتشرز، تك 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 تك. اجي بقى هنا في اخد اكستراكت ايمج فيتشرز. This is functional requirement واضحة وصريحة and it must be verb. خلاص؟ امسكها بقى افصصها. هعمل ازاي extracting the feature؟ What algorithm؟ هتكتبي التايتل بتاع الالجوريزم. في ال SDD هتكتبي الالجوريزم شخصيا، لكن هنا هتقولي انا هستخدم الالجوريزم سيرف سيفت مش عارف فاست اورب وات ايفر، وبعدين الانبوت بتاعي ايه؟ الاوتبوت بتاعي ايه؟ اند سو اون. خلاص؟ طيب. بعد كده عندنا اليوزر انترفيس، خلاص؟ use some software for primitive plan of your project. الحقيقه المفروض الجزئيه دي ترسم فيها كل السكرينز بتاعه السيستم بتاعك، كويس؟ طيب السؤال هنا، هل هرسم كل السكرينز including اللوجن سكرين، مش عارف الليستنج اوف يوزر سكرين؟ الاجابه نو. في الاس ار اس انت محتاج تحط السكرينز اللي هيبقى عليها خلاف، هتبقى مختلف انت واليوزر عليها most probably. في الاس دي دي هتطلع السكرينز اللي فعلا هتعمل لها امبلمنتيشن تحديدا، لكن هنا انت عاوز تطلع هو يا ترى ليستنج اوف يوزر شكله عامل ازاي، ليستنج اوف يوزر ده كويس، او مثلا عندك مثلا فانكشناليتي كانت في البرودكت فانكشن حاجه اسمها ابلود تراجكتوري، وات از تراجكتوري، شكله ايه، شكل الفورما ايه، خلاص؟ كل ما هتستعمل فيه تولز كتير تقدر تستعملها زي كرييتلي، درو دوت اي او، فيزيو، كل دول بيرسموا بروتوتايبس، خلاص بيرسموا بروتوتايبس. كل ما هتستخدم حاجه
تقدر تورينا، بنسميها موك ابس، بنسميها بروتوتايبس، تقدر تورينا شكل الانترفيس بتاعك شكله عامل ازاي على الورق، كل ما احنا هنبقى فرحانين ومبسوطين، لان انت كده معناها ان انت عصرت دماغك في شكل اليوزر انترفيس شكله عامل ازاي، هتابلود صوره، هتابلود مش عارف اوبجكت. خلاص لازم يكون امبلمنتد. نو اتس نوت امبورتنت تو بي امبلمنتد، احنا عاوزين هنا شكله على الورق. في الاس دي دي هتبتدي تمسك كل السكرينز وتفردها بكل تفاصيلها، وبعد كده في الامبلمنتيشن او التكنيكال ايفالويشن هتورينا بقى فعلا ريلي بروتوتايب. اسال علي. اوكي ها كارولين. نو مش مسموح لك طبعا انت تعملي كذا اوبشن، لان المفترض ثيوريتيكال ان انت فعلا رحتي قابلتي كاستمر ووريتي له البوينت اللي عليها خلاف وده الفاينل اوتبوت بتاعه، بس مش هنعمل الجوي بتاع كل السكرينز هنا. اجين انا هنا بعمل جرافيكال يوزر انترفيس للسكرينز اللي هيبقى عليها خلاف. كابتشر اوبجكت شكلها ايه السكرين اللي اسمها كابتشر اوبجكت دي؟ كويس دي من السكرينز اللي دايما بيبقى عليها خلاف. ابلود مايكروسكوبيك ايمج، شكل السكرين دي شكلها عامل ازاي؟ يعني هو اليوزر هيمسك مثلا موبايل وياخد الصوره بتاعه الميكروسكوب ايمج، ولا لازم يبقى فيه سكانر، ولا هيبقى عنده زرار اسمه سكان وبيسحبها من السكانر؟ اعصر دماغك شويه، لان مستحيل يبقى عندك جرادويشن بروجكت سيستم عباره عن وان سكرين، اتس نيفر اكسبتد يعني. خلاص وعاوز تعرف بقى بقيه السكرينز خلينا نتكلم فيها ليتر اون. انت عندك جزء بيقرا مثلا السيجنالز بتاعت الدراع، مش كده؟ شكلها ايه السكرين اللي بتقرا السيجنالز بتاعت الدراع؟ ثابته، تتحرك، عندك زرار اسمه كابتشر، عندك زرار اسمه مثلا ستارت وستوب، ولا هي بتقرا عمال على بطال؟ عاوز اعلم السيستم وان نيو سيجنال، اعلمها له ازاي؟ شكل السكرين، شكل الانترفيس. على سبيل المثال انت اقعد اسال نفسك كده، هو انت لما بتيجي تستخدم جوجل مابس كويس يا لؤي، جوجل مابس از تيبيكال ابلكيشن لحضرتك مش كده؟ شبه اللي انت بتعمله، هي اتس وان سكرين اونلي ولا فيها شو ترافيك واوفرلايز ومش عارف في 50,000 سكرين جنبها؟ اعصر دماغك على قد ما تقدر في شكل السكرينز اللي هيبقى عليها خلاف. لو جيت هنا قلت له والله انا عندي لوجن سكرين ودي شكلها كذا، اعرف ان انت ما عندكش حاجه موست بروبلي، وده هيدي نيجاتيف فيدباك للكوميتي اللي بتعمل لك جادجمنت. فلما تيجي هنا في الجزء بتاع الجوي اعصر دماغك از ماتش از بوسيبل. يوسف انت صح يا حبيبي؟ طب ممكن تجيب ورقه وقلم نكتب فيها الاتندنس؟ يس. حل ليه؟ ركز، خد بالك انت هنا هدفك مش ان انت تطلع السكرينز اللي هتبقى امبلمنتد فعلا، انت هدفك ان انت تطلع ايه؟ تطلع السكرينز اللي هيبقى عليها خلاف مع المين بزنس اونر بتاعك. كويس على سبيل المثال عشان برضو انت ممكن تبقى مش متخيل هو ايه السكرينز اللي عليها خلاف، مش انت المفروض بتعمل كلاسيفيكيشن؟ في اوتبوت في النهايه بتقول لي ادي الصوره دي فيها هنا مش عارف ماكرو بتاع المرض اللي انتوا بتدوروا عليه ده، خلاص او هنا لوكيميا. حلو، فلو انت جيت طلعت لي السكرين بقى اللي طالعه في الاوتبوت في النهايه دي، هو انت محتاج تسال الدكتور على ايه؟ هو ازاي تعلم الجراوند تروث، ازاي تتاكد فعلا من الدكتور ان هو ده فعلا المرض الحقيقي؟ طب شكل الدكتور هيعمل ايه؟ يعني هيعلم مثلا بماوس، هيعلم بقلم، هيعلم بايده، التعليم نفسه هيبقى سيركل ولا دايره ولا فري هاند، هيقعد بقى يرسم لك. ها اعصر دماغك في السكرين فعلا اللي شايفها الدكتور، هي دي موست بروبلم اللي هيبقى عليها خلاف. نفس القصه عندك مثلا عند الجروب بتاع مرن، انتوا هيطلع لكم في النهايه سكرين بتقول فيها الراجل ده عنده بيهيفير اب نورمال مش كده؟ طب شكل بقى الاوتبوت سكرين اللي طالع في الاخر ده شكله عامل ازاي؟ هو المفروض اعلم ابينج يديني اوبشنز ان انا ابلوك الراجل ده ولا اعمل له الاو؟ خلاص كلكم بلا استثناء ديفنتلي هيبقى عندكم يوزرز، خلاص هتعلم من السيجنال ازاي، فاعصر دماغك هنا از ماتش از بوسبل. طيب بعد كده عندك حاجه اسمها الكوماند لاين انترفيس. الحقيقه الجزئيه دي لو انت هتستخدم تول كيت جاهزه، هيدن ماركوف موديل تول كيت
مش عارف تنسور فلو تلكيت جيت ايا كان الفريم ورك اللي انت بتتعامل معاه. في فريم وركس كتيره جدا معتمده على الكوماند لاين بيز، يعني ببعت لها سترينج بيبعت لي حاجه، ببعت لها اسم الصوره بتبعت لي حاجه، ببعت لها اسم كلاسيفاير بيبعت لي حاجه. In this case you have to list them، الحاجات المعتمده على الكوماند لاين بيز. وموست بروبابلي از ا جرادويشن بروجكت ستودنتس موست بروبلي حضراتكم اتليست، يعني لو ما عندكش ولا حاجه فيها سي ال اي هيبقى عندك جيت هاب جيت او الجيت بمعنى اصح يعني كويس، فهتبقى محتاج تبقى عارف على الاقل مجموعه الكوماندز اللي انت محتاجها هنا. بعد كده تبتدي تحط الاي بي ايز. خلاص الحقيقه الجزئيه دي فيري امبورتنت، وكتير جدا من البروجكتس بتاعتكم اللي مستعمله كلاسيفايرز ومستعمله مش عارف ايه هتحتاج ان انت تستخدم اي بي ايز. الاي بي ايز بقى من اول التول كيتس الجاهزه لغايه ويب سيرفيسز، تنسور فلو، مش عارف الكيرس بتاع الجافا سكريبت، لو انت شغال بدي جي 3 بتاعت الجافا سكريبت ها دي 3 هتحطها هنا. اي نوع من انواع الاي بي ايز اللي انت هتستخدمها بمعنى اصح بيس اوف كود يو ار جوينج تو يوز يو ماست بوت اتس ريفرنس هير، اي بيس اوف كود هتستخدمه ريدي ميد خلاص لازم تحطه هنا. طبعا ده معناها ان انت مش هتحط البروجكت بتاعك كله هنا كويس، يعني الحته دي اللي هي وسعت قوي ده معناها ان انت ما عندكش جرادويشن بروجكت، انت بتركب شويه حاجات جاهزه على بعضها خلاص. فلو سمحت بقدر الامكان تراي تو منشن ذم بس ما تكسباندش قوي الدنيا يعني. اسال امينه. لا لو انت عامل اي بي اي يبقى ظهرت في البرودكت فانكشن، يبقى ظهرت في الفانكشن ريكويرمنت منطقي، لكن هنا بتحط الاكسترنال اي بي ايز اللي انت هتستعملها من بره. قول يا جوي. طبعا هتحطها هنا، اي اكسترنال لايبرري اي بيس اوف كود هتستخدمها لازم تحطها هنا في الجزء بتاع الاي بي اي. اذروايز هتيجي في التكنيكال ايفالويشن اي واحد يقول لك والله انت هنا مستخدم فانكشن اسمها بروت فورس مش عارف كذا، الفانكشن دي جايه منين ورايحه فين؟ طب انت اللي كاتبها؟ لا مش انا اللي كاتبها. طب تعالى بقى وريني الفانكشن ريكويرمنت بتاعتك كنت كاتبها ولا لا. تعوم بقى معاه بعد كده يعني. محتاج تعرف الاي بي اي دي جايه منين وجايه من انهي حته وهتستعمل منها ايه اند سو اون. ده بيطمنا ان انت على الاقل عارف انت هتستعمل ايه من بره، ويب سيرفيسز مثلا معينه اند سو اون. طيب بعد كده عندك حاجه اسمها دايجنوستيك روم. وموست بروبلي حضراتكم ما عندكمش روم اكسب بروجكتس معينه اللي بتستخدم هاردوير زي المايو ديفايس كويس. الناس دول عندهم روم صريح، عندك ديفايس انت جايبه بتستعمله، فهتضطر هنا تبتدي تكتب السبيسيفيكيشنز بتاعته، تبتدي تكتب انت هتستعمل منه ايه، الداتا اللي جايه لك شكلها عامل ازاي اند سو اون. خلاص في حد هنا شغال امبيدد سيستم؟ اي حد تاني شغال امبيدد سيستم غير الجروب بتاع عمرو حمدي؟ في الجروب بتاع نادر. هيبقى نفس القصه كويس، هتضطروا تحطوا هنا الجزئيه دي. راح فين نادر اصلا؟ اوكي هيطلع كله في الاتندنس ان شاء الله. هاردوير انترفيس هتدسكرايب هنا الانترفيس مع الهاردوير، هتستخدم برينتر مايكروسكوب اند اتس ا ماست ان انت تحط هنا المايكروسكوب. الهاردوير اللي انت هتاخد صوره من سكانر شكلها عامل ازاي، هتاخد صوره من ميكروسكوب طالعه ازاي، السبيكت بتاع الميكروسكوب شكله عامل ازاي، هتاخد صوره من موبايل ديفايس شكله عامل ازاي، السبيكس الكاميرا كل السبيكس بتاعت الهاردوير اللي انت هتعمل معاهم. طبعا الناس بتوع النتورك حدث بقى ولا حرج، ده انتوا منقوعين جوه الهاردوير كويس، راوترز ومش عارف ايه كل ده هتقوم جاي راسه هنا. قول يا علي. لا مش سامعك يا علي. تحط ليه؟ لا 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 يا علي، هنا انت محتاج تحط الهاردوير انترفيس. راوتر بتعامل معاه ببعت له باكت بيرد عليا بحاجه هاردوير خلاص. اكسل فايلز مش مكانها هنا، اكسل فايلز هتلاقي لها مكان زي الكوميونيكيشن انترفيس او السوفت وير انترفيس. هنا مثلا في السوفت وير انترفيس ريستريكشن زي دي نون فانكشن ريكويرمنت. نو 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 ذيس از نوت هارد انترفيس، ذيس از جنرال كونسترينتس. يعني انت مش عندك فوق حاجه اسمها جنرال كونسترينت، كل السيستم بتاعي مش هيشتغل غير لو موبايل فيه كاميرا فول ستوب بس. الاكسل فايل دي هنا في السوفت وير، هنرجع لها يعني مكانها في السوفت وير. ايوه طبعا انا دلوقتي حضرتك بتقول ادسكرايب الداتا، الشبكه الداتا في الدايجنوستكس او الروم.
هل ديسكرايب بس عامه ان انا كده كده مايكروسوفت عندك شانلز، عندك 14 شانل 15 شانل، كل شانل مسؤول عن ايه، كل كانك بالظبط بتكستراكت الداتا شيت بتاع الفايل بتاعك. اندرو اوكي طيب خلينا الاول نشرح كل واحد. اول واحده دي بتقول لك لو انت عندك هاردوير لو سمحت حط الهاردوير اللي انت هتستخدمه. تاني واحده لو انت عندك نتورك انترفيسز يعني محتاج ان انا اتعامل مع نتورك انترفيسز بكل اشكالها، كويس، بكل اشكالها. نتورك انترفيسز بقى تي سي بي اي بي يو دي بي سكيورتي بانلز معينه او لايرز معينه هتعامل معاها، اجهزه معينه دي بنسميها ترانسفير كوميونيكيشن انترفيس، ويب سيرفيس بتترمي هنا، كويس، بتتعامل مع مش عارف مثلا اي حاجه هتعتمد انترنت بروتوكولز اف تي بي، اي حاجه ليها علاقه بالكوميونيكيشن انترفيس هتحطها هنا. السوفت وير انترفيسز ده لو انت محتاج سوفت وير معين تستعمله، اكسل بامبورت منه الداتا، لازم يكون عندي اكسل. يعني هل ينفع السوفت وير بتاعك ده يشتغل من غير وجود مايكروسوفت اكسل على الماشين؟ يس اور نو. يس يبقى لازم احط هنا اكسل از نيدد از ان انترفيس. عندك مثلا سبيل شيكر بتاع مايكروسوفت وورد اتس ا ديلل، بس من غيره مش هعرف اشغل السيستم بتاعي، يبقى لازم يكون في سبيل شيكر. الاو سي ار مش عارف لايبرري بتاعت مايكروسوفت لازم تبقى موجوده على الماشين، فلازم استعملها، فلازم اكتبها هنا از سوفت وير. وات ايفر بقى ايا كان السوفت وير اللي انت بتستعمله لو انت محتاجه هتكتبه هنا. ما عندكش هاردوير، ما عندكش سوفت وير، ما عندكش ولا واحده من دول، هتكتبها نوت افيلابل بخط عريض، صح كده؟ تقوم كاتب ان اي، ان اي معناها ايه؟ نوت افيلابل. بس صراحه كده كلكم بلا استثناء هتملوا ده سام هاو، خلاص؟ يعني مثلا على سبيل المثال في البروجكت بتاعك ما عندكش سكانر يا اخي، انت هتسحب الدوكيمنت بتاع التزوير ده ازاي؟ عندك سكانر ان شاء الله فهتكتبه. طب السكانر ده السبيكس بتاعته ايه؟ ايه المينيمم سبيكس تو رن؟ خد بالك السكانر فيها نوعين، في نوع هاندي يعني يقوم جايب الدوكيمنت كده وماشي عليه السكانر، وفي نوع فلات بيد. انهي نوع بقى هستخدمه؟ انهي ريزوليوشن؟ طب لو جبت لك سكانر من التسعينات هينفع استخدمه ولا لا؟ فلازم هتلاقي حته بتحط فيها سبيكس. انا السيستم بتاعي مش هيشتغل على ميكروسكوب ابيض واسود، مش هيشتغل على ميكروسكوب الوان، مش هيشتغل على ميكروسكوب مش عارف موديل كذا، خلاص لازم هتحط سبيكس معينه. طبعا ما هو في الاخر خلاص بدام بدام از نوت نيدد فور يور سيستم مش هتكتبيه هنا، يبقى هتستخدمي الاكسل فين بقى؟ لا لو هستخدم يعني السيستم بتاعي مش هيرن غير في وجود الاكسل لازم اكتبه هنا، خلاص. هو ده يا ابني سي اس بي كوما سيبريتد، لو فتحتها في النوت باد هتشتغل عادي يعني. يس طيب بتتعامل مع الاوبريتنج سيستم اللي اسمه ويندوز، يبقى انت كده حصرت نفسك ان انت مش هينفع تستخدم لينكس ولا ماك ولا مش عارف ايه، صح؟ ده كلها سوفت وير انترفيسز، تتعامل مع سوفت وير لازم ده موجود عشان اعرف اشتغل. اوكي طيب بعد كده عندنا حاجه اسمها البرفورمانس ريكويرمنت، بعض السبيسيفيكيشن زي السبيد الميموري ريكويرمنت. يعني تقول مثلا والله السيستم بتاعي ده مش هيشتغل غير مثلا every 30 seconds، every مش عارف 1 minute، every مش عارف كذا. عندك رام مثلا ما ينفعش استخدم السيستم ده هياخد 500 جيجا اوف رام، فبالتالي ما ينفعش حد يستخدم اكتر اقل من كده 500 جيجا اوف رام. ما شاء الله بقى يعني كويس. فانت هنا يعني المفروض تحط رقم، موست بروبابلي الرقم ده بيبقى مبني على دراسه معينه ريليتد ورك معين، او انت حاطه جاست يعني انديكيشن يعني كويس. لكن في معظم الاحيان الحاجات اللي بتتكتب هنا السبيسيفيكيشن والسبيد والحاجات دي بتبقى ستاندر يعني ما بيبقاش فيها تغييرات كتير. طيب نخش بقى بعد كده على الديزاين كونسترينز، كويس. في بعض الاحيان عندك هاردوير ليميتيشنز، دي الحته اللي كنت بتسال عليها يا علي.
انت كتبت فوق ابستراكت، والله انا لازم الجهاز يكون فيه كاميرا. ده ابستراكت، يعني لو عندك موبايل معلوش كاميرا، معلوش اندرويد، معلوش مش عارف اي او اس، مش هينفع اشتغل، مش هينفع رن السيستم بتاعك. دي كونسترين. لازم يكون عندي جهاز انترنت كونكتد، يعني لازم يكون مواصل بالانترنت. خلاص. So in this case it must running or this situation. لازم اكون شغال 32 بت او 64 بت او لينوكس او مش عارف ماك او whatever. خلاص. طه في الستاندرز. كده بقى اهم بارت. يبقى انت عندك تو بارتس فيري امبورتنت سو فار في الدوكيمنت ده. نمبر 1 الجزء بتاع الفانكشنال ريكويرمنت، ونمبر 2 النون فانكشنال ريكويرمنت. ذي ار فيري امبورتنت، لان دول بيقولوا لنا كده انت فاهم فعلا السيستم بتاعك صح ولا لا. طيب دول اكزامبلز على النون فانكشنال ريكويرمنت. لكن انت مش مطالب بال 13 ولا ال 11 نقطه دول صراحه. اي سيستم في الدنيا، اي سوفت وير في الدنيا عاده بيغطي من 3 ل 4 نون فانكشنال ريكويرمنت اونلي. بس اونلي. لكن لو انت مترازع ال 11 دول وقلت كلهم موجودين في السيستم بتاعي، هعرف على طول ان انت موست بروبلي مش فاهم انت عاوز تعمل ايه. خلاص. طيب كل واحد بقى من حضراتكم كل نقطه من دول موست بروبلي هيلاقيها في السيستم بتاعه. على سبيل المثال مثلا سكيورتي، هاو يو ار جوينج تو سكيور يور سوفت وير. كلكم معظمكم مش كلكم يعني بتتعاملوا مع سنسيتيف داتا. اليوزر بيخش على ويب سايتس كلاسيفايد ازاي؟ مثلا اللي مش عارف الداتا بتاعه الميديكال هيلث ريكورد بتاع اليوزر، كويس؟ اتس كلاسيفايد. الحاجات دي ليها ستاندرز، يعني في منها كتير هتلاقوا ليه ستاندرز موجوده اوريدي بابليك تقدر تستعين بيها. دول والله انا هابلاي السكيورتي ستاندرز اللي هي رقم 1 2 3 4 اللي موجوده في الاي تريبل اي. خلاص ايفري بادي از هابي. يعني احنا جايين اهو. طيب نمبر 2 باينري كومباتيبلتي، كويس؟ يعني السوفت وير اللي طالع ده هيران على 32 بت بس، هيران على 64 بت بس، هيران يوزنج جافا، فالجافا لازم تبقى مش عارف الجي دي كي لازم تبقى انستولد قبل ما اعمل ران. ريلابيليتي، هاو ماتش ات از ريلايبل، هاو ماتش يور سوفت وير از ريلايبل. خد بالك ال 11 بوينت دول لو رجعت للكتاب بتاع سمر فيلي هتلاقي عامل لك جدول ظريف كده بيقول لك كل واحده من دول هتقيسها بايه. ولاحظ دي از فيري امبورتنت وهحطها لك كده بتوين دبل كوتس، افري نون فانكشنال ريكويرمنت لازم تكون مطلعه لك في النهايه ايه؟ فانكشنال ريكويرمنت مما لا يدعو للشك. يعني مثلا انا قلت هنا هعمل نون هعمل مثلا انكريبشن الجوريزم فور مثلا يوزر نيمز اند باسورد، يبقى ديفنت هروح في الفانكشنال ريكويرمنت هلاقي عندك فانكشنال ريكويرمنت طلعت من دي اسمها انكريبشن. انكريبشن الجوريزم ايه؟ انكريبشن الجوريزم بي. خلاص. وهنا هتريفير ليه، هتقول والله انا هنا هستخدم انكريبشن الجوريزم عشان السكيورتي بتاعت العيانين مش عارف مهمه. ريفرنس فانكشنال ريكويرمنت 1.2 1.5. خلاص. عشان نفهم منها ان انت فاهم ان النون فانكشنال ريكويرمنت دي انت مش هتقطع حشو وكلام وخلاص، انت حاطط النون فانكشنال ريكويرمنت دي عشان هتسمع في فانكشنال ريكويرمنت. هقول مثلا هشتغل على باينري كومباتيبلتي، فلازم الكومبايليشن يحصل على جهاز 32 بت مش عارف ايه. ففي الفانكشن ريكويرمنت هلاقي مثلا او ممكن هنا تبقى الاركتكشر تاثر في الاركتكشر بتاعك، لازم يكون عندك ماشين راننج 32 بت علشان هطلع بيها الاوت بتاعي. ريلابيليتي، هل السيستم ده اقدر اعتمد عليه؟ وهنا بما ان معظم حضراتكم موست بروبلي معتمدين على بيج اماونت اوف داتا، هيوج اماونت اوف داتا، كويس؟ سواء بقى الناس بتوع معظمكم في السيستم بتاعتكم ايضا بتتعامل مع موفز، فعندك مش عارف داتا بيس فيها 10 موفز اللي بتعمل بيهم كاتيجوري وباك فور عشان ايه، عندكم كميه داتا مهوله. هاو ماتش ريلايبل از ماي سيستم؟ هاو اي كان ميجر ذيس بارت؟ وات اي ام جوينج تو دو ان ماي سيستم تو بي اشور ذات ريلابيليتي از ساتيسفايد، كويس؟ نفس القصه في مينتينابيليتي، والمينتينابيليتي هنا كلكم بلا استثناء
هيبقى عندكم maintainability. بقولها لك اهو من دلوقتي كويس. او maintainability معناها if I have a change, if I did some change, I can do the minimum effort in my program خلاص علشان اخلي السيستم بتاعي يبقى maintainable. وفي الحالة دي صراحة كده you have to use model view controller at least كويس. فاكرين ال MVC بلا استثناء كلكم كده بلا استثناء ها ما تجيليش بكلاس دايجرام ما فيهوش ام بي سي صراحه بقى بقولها لك النهارده كده عشان تفهم انت كنت ليه عمال بطالع عينك فيها ايام السوفت وير انجينيرنج. لازم تستخدم موديل فيو كنترولر عشان يبقى عندك مينيمم اماونت اوف تشينج في السوفت وير بتاعك يبقى مينتنبل. فتغير في الانترفيس من غير ما تغير في الكور واللايبرري. تغير في مش عارف الكور من غير ما تغير. لا اسال يعني threads ممكن تحطها في ال resource utilization بس لو انت هتستخدم threads. نعم ال EAP ممكن تحطها في maintainability هي وال MVC كويس. بعد جاي عندك portability. هل السوفت وير بتاعك ده هيبقى portable؟ هل دي point of consideration؟ طبعا كل الناس اللي هتشتغل ويب على طول كده اوتوماتيك انت اكيد هتبقى portable. او بما ان انت بورتبل يبقى هتشتغل على اي ديفايس هتعرف تشتغل على طب انت هتعمل ايه بقى في الاركتكشر بتاعك علشان تبقى بورتبل؟ هو ده السؤال. فهنا لازم تبقى الاجابه انا هستخدم الريسبونسيف مش عارف اتش تي ام ال، هستخدم فريم ورك جاهز ووردبريس مثلا علشان احقق النقطه بتاعه البورتابيلتي. اكستنسابيلتي جزء منها ان انت ممكن تستخدم الانتيتي اتريبيوت فاليو، جزء منها ان انت بتستخدم ويب سيرفيسز كويس علشان تعرف تكستند الشغل بتاعك. ريوزابيلتي هتستخدم بقى كومبوننتس اوريدي جاهزه. السوفت وير بتاعك ده ويل بي باكجز لو انت شغال بالعيله بتاعت جافا، او نيم سبيسز لو انت شغال بالعيله بتاعت سي شارب والسي بلس بلس. فا ايم جوينت تو ديفلوب ماي بروجرام از ريوزابل كومبوننتس عشان بعد كده لو حد حب يستخدمها يقدر يستخدمها. على سبيل المثال كلكم بلا استثناء في البروجكتس بتاعتكم عندكم لاير ظريفه كده اسمها ايه؟ بري بروسيسنج. باختلاف البروجكتس بتاعتكم كلكم عندكم بري بروسيسنج بس الانبوت مختلف. مره الانبوت بيبقى سيجنال ومره الانبوت بيبقى ايه؟ صوره مش كده؟ يا صوره يا سيجنال. معظمكم بلا استثناء شغالين كده. فلو واحد فيكم كده في الدفعه الجميله المغموره دي قعد سال نفسه سؤال هو بما ان احنا كلنا هنعمل بري بروسيسنج، هل خد معايا الفرضيه دي، هل لو شخص واحد عمل امبلمنتيشن للبري بروسيسنج از ا كومبوننت از ا باكج از ا دي ال ال كود ات بي يوزابل باي اذر بيبل بما ان هو الانبوت والبري بروسيسنج نفسه واحد؟ كود بي كويس. This is what is called reusability. كويس. الكود بتاعي is generated as a component. بطلع في الاخر ما بطلعش لوكشه كده على بعضها، بطلع ويب سيرفيس. ممكن الكومبوننت ده يبقى ديلل، ممكن يبقى ويب سيرفيس كل الناس بتستعمله. Anyway. Serviceability السيستم بتاعك ده running as a service ولا running as a desktop ولا running as a ايه؟ ولو في حاجه ثانيه appropriate ممكن تحطها if there exists يعني. وبعد كده هتحط الليست اوف ريفرنسز اللي انت استخدمتها. خد بالك بس من حاجه ما كانتش موجوده في الدوكمنت ده هتلاقيها موجوده في الدوكمنت اللي موجوده على النت. هيبقى مطلوب منك تو دايجرامز اكسترا دايجرامز هتلاقيهم في التمبلت اللي موجوده على الويب سايت. اليوز كيس دايجرام والبريميتيف اوبجكت اورينتد دايجرام. كويس؟ primitive يعني ايه primitive؟ يعني نمبر 1 يوز كيس دايجرام ده مفهوم. راجل الاكتور اللي بيعمل فيرب. خد بالك بقى كومن ميستيكس ها اللي هي ايه؟ لازم البتاع اللي في النص ده يبقى فيرب. الراجل ده بيعمل فيرب والاكتور ده هيبقى كلاس والفيرب ده هيبقى فانكشن ليتر اون. نمبر 2 يو نيد تو هاف ا كلاس دايجرام خلاص. بس مش كلاس دايجرام زي اللي انت عملته زمان في كورس الاوبجكت اورينتد اللي هو كلاس دايجرام بخ. This is a primitive class diagram بيورينا الخطوط العريضة بتاعة السيستم بتاعك في الـ SD. class diagram ده هينفجر بقى وتكتب كل التفاصيل بتاعته خلاص. لكن في الـ SRS هتقول لنا حاجتين تو مسج صراحة كده أنا عاوز أعرفهم منك في الـ SRS. What are the reusable components
that you are going to develop. ايه اسامي الباكجز اللي انت هتطلعها. ونمبر 2 I have to know that you are a professional graduate so you know what is meant by design patterns. صراحة اللي انت درستها السنة اللي فاتت لازم تحطها بقى السنة دي وش كده صراحة. أنا فاهم يعني إيه سنجل تون. أنا فاهم يعني إيه موديل فيو كنترولر. أنا فاهم يعني إيه أوبزرفر لو أنا محتاج أوبزرفر باترن. وطبعا أنت محتاج أوبزرفر باترن خاصة من كلكم بلا استثناء عندكم نوتيفيكيشن. كويس؟ يعني بتنوتيفاي الدكتور إن البتاع الكانسر موجود في الحتة دي. بتنوتيفاي مش عارف اليوزر إن المكان ده فيه بلوى. بتنوتيفاي مش عارف كذا. دايما هتلاقي فيه نوتيفيكيشن ديكوريتيف أو أذرز. طبعا حضرتك لو استعملت اذر ديزاين باترنز زي الفاسيد الابستراكت الفاكتوري مش عارف ايه كل ما هتستخدم ديزاين باترنز اكتر كل ما احنا هنبقى متشكحين جدا بيك بقى وده انت راجل كده معدي يعني كويس. فبالتالي as far as you use design patterns as far as we are happy خلاص. هما دول التو دايجرامز اللي انت لازم تحطهم. يبقى نمبر 1 خلينا بقى نركز كده احنا محتاجين ايه. نمبر 1 انت محتاج سيستم اوفر فيو ايمج ادي اول رسمه انت محتاجها الصراحه. نمبر 2 رسمه اليوزر انترفيس اللي عليها خلاف. نمبر 3 اليوز كيس. نمبر 4 الابستراكت كلاس دايجرام او الجنرال بيكتشر فور ذا كلاس دايجرام اللي كده كده هتتفرد ليتر اون في الاز دي. كلاس دايجرام عادي بس مش هتحتاج تكتب الفولفيل كل التفاصيل بتاعه الكلاس نفسه. يعني مش محتاج تحط كل الفانكشنز مش محتاج تحط كل البروبرتيز هتحط الحاجات البيزك فقط لا غير. مثلا عندك كلاس اسمه يوزر حلو حطيت اي دي ونيم وسكت وي ار هابي. بس هو فعليا بقى ساعه ما هتعمل ديبلويمنت اليوزر عمره ما هيبقى اي دي ونيم اي دي ونيم وتليفون ومش عارف وادرس وي وبيشنت وميديكال هيستوري ده في اخر السنه او في الاس دي بمعنى صح يعني. لكن انا حطيت لي دلوقتي اي دي ونيم اوكي اتس نايس احنا كده فهمنا ان انت فاهم. حطيت لي كلاس فاضي هتعلم منك بس ارجع بقى لل 10 كومن ميستيكس بتاع الكلاس دايجرام وتاكد ان انت فاهمهم كويس. لازم تبقى كلها على الاقل فيها 1 بروبرتي 1 ميثود او واحده منهم يعني خلاص. طيب حاجه اخيره بس عشان شفتها في البروبوزل حضراتكم بتيجوا في الريفرنسز ناس لطيفه ظريفه كده تلاقي حتى ايه www.skyhub مش عارف كذا. سكاي هاب ده يا ابني شباك يعني اذا بتسرق منه الابحاث فما ينفعش تحطه كانك بتقول انا حرامي وبحضر انا حرامي اهو بص انا جبتني اهو خلاص. فلو سمحت ما تحطش سكاي هاب ما تحطش هنا www. التول الظريفه اللي اسمها لاتك دي تول ظريفه جدا هتلاقي في حاجه اسمها اكسبورت بتك يعني انت على بورتال portal.acm على اي تريبل اي على مش عارف ايه هتلاقي في حاجه اسمها اكسبورت بتك. خد البيبتك ده ارميه بس في فايل على جنب كده وريفير ليه هو هيطلع لك الريفرنس ما تشغلش بالك. عشان كده بقول لك لو استخدمت اللاتك حياتك هتبقى في منتهى السهوله مش هتوجع دماغك بالبيبتك بي اي بي تي اكس خلاص. سؤال بقى اللي في حد عاوز يسأل مرن ريوزابل كومبوننتس ان انا اطلع ريوزابل كومبوننتس ان الكلاس دايجرام اللي انا مطلعه ده مطلعه في باكج في نيم سبيسز في ريوزابل كومبوننتس كل حته في الدايجرام بتاعي it's a complete package. زي مثلا ما اجي اقول ايه والله انا عندي مثلا حته كده اسمها كلاسيفاير مش كده. كلاسيفاير ده استراتيجي ديزاين باترن كده واضح بسم الله الرحمن الرحيم ده استراتيجي فاكرين استراتيجي ديزاين باترن كلاسيفاير وعندي خمسه كلاسيفاير هقعد اتست ما بينهم هقعد اتنقل ما بينهم طول السنه. فعم جاي اعمل استراتيجي باترن حاطط فيه كلاسيفاير بتاعي حاطط فيه خمسه سته كلاسيفايرز بسلطاتهم بالسب كلاسز بتاعتهم كل دول في وان باكج اسمها ريكوجنايزنج باكج. الانبوت بتاعها صوره او سيجنال او فيتشرز الاوتبوت بتاعها كلاس نيم مش كده كلها كده على بعضها يعني ذا باكج خلاص. طيب تعالى بقى نيجي عند الباوربوينت خلاص. خدوا بالكم يا شباب انا عايز انبهكم لحاجه فيري امبورتنت. انت ممكن الدوكيمنت بتاعك يبقى بايظ وده الحقيقه ذيس از ذا فاكت كلكم بلا استثناء هيجي لكم فيدباك جميل على الدوكيمنت
فبالتالي هتلاقي عندك جزئيه في الدوكيمنت بايثون، بس الباوربوينت بتاعتك فيري جود باوربوينت. خلاص الباوربوينت لو حلوه هتعديك، الدوكيمنت لو حلو قوي بس الباوربوينت تعبانه هتضرب صراحه يعني. كويس، خد بالك ان الباوربوينت هي طريقه عرضك للشغل. في بعض جروبس بدون ذكر اسماء عندهم برزنتيشن سكيلز بروبلم، كويس، وحل البروبلم دي ريهرسال مره واثنين وثلاثه وعشره لغايه لما في الاخر تعرف تقدم شغلك بطريقه صح. الاس ار اس برزنتيشن جزء كبير منها معتمد على بروبوزر برزنتيشن. وعايز اقول لك على حاجه كده بتوين دبل كوتس، الفاينل سيسز برزنتيشن هي البروبوزل برزنتيشن، هي اكزاكتلي كل اللي هيختلف فيها ان هيتزود جزء جديد، جزء اسمه ايفالويشن اند اكسبيرمنتس، هو اللي انت بتشوفه في الفاينل برزنتيشن. طيب الاس ار اس برزنتيشن هتاخد نفس المقدمه، لان غالبا هيبقى الناس قاعده شافت البروجكت او ما شافتش البروجكت قبل كده، هتاخد نفس الانترودكشن، هتاخد السيميلر سيستم، بس مش السيميلر سيستم بتاع البروبوزل، السيميلر سيستم بتاع البروبوزل كان اكاديميك، كان فوكس قوي ناحيه الالجوريزمات اند سو اون. هنا انت هتاخد السيميلر سيستم اللي انت حطيته في الدوكيمنت دون. بعد كده هتاخد السيستم اوفر فيو، خد بالك البروبوزل انت حطيت سيستم اوفر فيو موست بروبلي عمال بتكبر فيه، عمال بتطور فيه مع كل مرحله، هتبتدي تحط النسخه الاخرانيه من السيستم اوفر فيو بتاعك شكلها عامل ازاي، وبعدين هتقوم جاي منزل اليوز كيس دايجرام عشان نحدد منه الاساسيات بتاعتك، وبعد كده هتبتدي تطلع لنا بقى المسج اللي احنا عاوزين نسمعه، الابستراكت كلاس دايجرام بلس الديزاين باترنز اللي انت استعملتها. كويس، ولو سمحت اتعب نفسك شويه وابتدي تدور على شويه ديزاين باترنز مش من اللي انت خدتهم قبل كده، مش من اللي انت خدت السنه اللي فاتت خمس ديزاين باترنز، الديزاين باترنز النون اراوند 120. اوكي، فخد بالك من النقطه دي، حاول تدور على ديزاين باترنز، وبعد كده هتحط المين فانكشنال ريكويرمنت، يعني مش هترص كل الفانكشنال ريكويرمنت، هتحط بس وان سامبل اوف يور مين فانكشنال ريكويرمنت، دي اهم فانكشنال ريكويرمنت انا مهتم بيها، هعرضها، هعرض التيبل بتاعها، هعرض اهم نون فانكشنال ريكويرمنت، الباقي موجود في دوكيمنت، هتعرض اهم نون فانكشنال ريكويرمنت، هتعرض اهم يوزر انترفيس، يبقى واحده واحده واحده، مش هتعرضهم كلهم، واحده واحده واحده، وبعدين ديمو 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 25% من البروجكت بتاعك، والديمو لازم تكون انت اللي عامله بايدك، لازم تكون انت عامله وطلعان روحك فيه، لان هو ده اللي هيقول انت عندك بروجكت ولا ما عندكش بروجكت. خلاص، ها مين اللي كان عايز يسال؟ كلاسيفاير، موست بروبلي كلاسيفاير يعني طبعا في بعض من حضراتكم مش هيلحق يوصل لمرحله كلاسيفاير، بس مثلا هيعمل شويه بري بروسيسنج، بس البري بروسيسنج وشويه الكلام ده المفروض انت وريته لنا اوريدي في البروبوزل، فالمفروض احنا متوقعين منك ايه؟ كلاسيفيكيشن بقى، بتوريني انا فعلا بعرف اكلاسيفاي، اللي هو ايه؟ الكور بتاع الجرادويشن بتاعك. اجين، وعاوز اقولها لك صراحه كده، انت عندك كام فيز هتسلمنا فيها البروجكت بتاعك؟ بروبوزل ذيس از 10%، الاس ار اس ذيس از 25%، الاس دي دي 50%، كل ده لغايه بعد الفاينل اكزام. بعد كده في السمستر الثاني هيبقى عندك تكنيكال ايفالويشن 75% اوف يور بروجكت، فده معناها ان انت باي ميد تيرم، بعد الميد تيرم بتاع السمستر الثاني هيبقى عندك اولموست بروجكت خلاص كامل كومبليت، يعني هيبقى فاضل لك وان تكنيكال ايفالويشن، وفي بينهم في نص رايتنج تكنيكال بيبر، خلاص بتطلع ريزلتس بقى وبتكتب البيبر، وبعد كده الفاينل سيسز ان شاء الله.